بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الرحمن العنزي معكم من موقع سي فور أوروب. قدم اليوم معلومات عامة عن جهاز سامسونج جالكسي اس، وأولها حجم الشاشة 4 إنش مقارنة بالاتش دي 2 تقريبا لا فرق يذكر. بالنسبة للسطوع، يمتاز سامسونج جالكسي اس بسطوع أعلى، وملاحظة أن الصورة هذه تحت الشمس. يمتاز سامسونج جالكسي اس بمعالج 1 جيجا وبروم 512، رام 512 وروم 8 جيجا، قابل للزيادة إلى 16 جيجا حسب الطلب. بالنسبة للجانب الأيسر لهذا الجهاز، يحتوي على زر الصوت الأعلى والزر الأسفل وثلاث أزرار، واحدة منهم فقط قابلة للمس أو زرها خارجي، والزرين الآخرين مجرد لمس. بالنسبة للجانب الأيمن للجهاز، يوجد فقط زر واحد وهو زر التشغيل. الجانب الأعلى للجهاز يوجد منفذين، منفذ 3.5 للصوت ومنفذ آخر منزلق يقدم الميني يو اس بي. من الخلف الجهاز يوجد به سماعة وكاميرا 5 ميجا بكسل بدون فلاش، ملمس لا بأس به من الخلف. من الأمام ملاحظ أن الشاشة جدا عالية تحت الشمس، حتى مقارنة بالعديد من الأجهزة، مقارنة مع اتش دي 2 دايموند 2 والفيفا والأوتو فليم. ملاحظة التالي: الشاشة الرئيسية، حتى لا نكون قد ظلمنا أي جهاز، الشاشة الرئيسية التي يتميز بها أي جهاز، وهنا الفليم أيضا. الفرق شاسع ما بين أنواع الشاشات. هذه الشاشات، الجهاز الأول والثاني والثالث، هي شاشات استشعارية، أما الجهازين الآخرين فهما بمعدل الطاقة 75% تقريبا. بمقارنة الجهاز مع HD2 حجما، نلاحظ حجم الشاشة مقارب تقريبا، ودعني أضعهم ملاحظة مع العرض، أنحف بكثير أو بشكل ملحوظ جهاز الأندرويد سامسونج جالكسي اس. سيتم عرض إن شاء الله كامل تفاصيل البرامج في أقرب فيديو ممكن إن شاء الله.